معايا دلوقتي للحديث عن مباراتي دوري ابطال اوروبا في نصف النهائي. الذهاب كان ما بين بايرن ميونخ وريال مدريد، مباراة انتهت بتعادل ايجابي 2-2، والنهارده منذ قليل انتهت مباراة دورتموند وباريس سان جيرمان بفوز بروسيا دورتموند 1-0. معايا عبر زوم اتيليو تياسير، لاعب منتخب ايطاليا وانديه نابولي واودينيزي ومدرب كالياري السابق. يا فندم مشرف ومنور، سعداء جدا بتواجدك معانا على التلفزيون المصري، برنامج رقم 10. بالتأكيد ده سؤال الأول ليك، رأيك في مواجهة الأمس ما بين بايرن ميونخ وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال؟ كانت مباراة رائعة جدا، كانت مباراة الذهاب نقدر نقول انها كانت مباراة جميلة معقدة بعض الشيء في الشوط الاول، وحتى لو اتى ريال مدريد بالجون الاول وكانت جميلة جدا. وباي لان تروفاتو لقوا جونين ولعبوا بشكل افضل، ولكن هذه تركت، ولكن بعد ذلك ريال مدريد قدر ان يستطيع ان يحصل على التعادل، واقدر اقول ان هو دي النتيجه العديلة للمباراه. ريال مدريد دائما وابدا يتفوق في دوري ابطال اوروبا سواء كانت حالته جيده او لا، ما سر تفوق الريال دائما في دوري الابطال؟ أعتقد أن لديهم مدرب كبير جدا، ليس لأنه إيطالي ولكن هو مدرب رائع من الطراز الأول ومن الطراز الذي أفضله، لأنه يقوم بطريقة رائعة مع ريال مدريد وتدرب ريال مدريد وتلعب مع ريال مدريد، هي دي أعلى حاجة في كرة القدم.